كبرت فوضى ليبيا، وعلى أرضيتها بات جنوب البلاد الرخو أمنياً بوابة مهمة لداعش لإعادة تنظيم صفوفه. فاستنفر الجيش الوطني الليبي نيرانه لقطع الطريق والإمدادات على أي تحركات للخلايا النائمة للمتطرفين في المنطقة. من خلال دراسة الصور ودراسة المواقع أن هؤلاء لا ينتمون لدولة واحدة، لا ينتمون لجنسية واحدة، هم خليط جمع بينهم التنظيمات التكفيرية. داعش إذن ليس كل القصة، بل ثمة دعم يصل التنظيم من أقرانه برايات وانتماءات مختلفة في دول الجوار. ففي بياناته أشار الجيش الليبي إلى أن التنظيم المتطرف يتحرك كثئاب منفردة من جنسيات مختلفة على طول الحدود مع تشاد والنيجر والجزائر، لكن الجيش الليبي استنكر ما اعتبرها سرقة لجهوده في دحر الإرهاب، نافياً أي دور لحكومة الوحدة الوطنية في عملية الجنوب الليبي. واعتبر تصريحات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ووزير داخليته في هذا الشأن محاولة للتشويش على عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بيد أن خطر انتعاش الإرهاب في ليبيا لا يهدد استقرار الداخل فحسب، بل القلق كبير بالمثل من أن تصبح حدود البلاد مترامية الأطراف نقطة انطلاق للإرهابيين نحو ساحات مجاورة. فهناك مصر شرقاً والسودان إلى الجنوب الشرقي، وتشاد والنيجر في الجنوب، والجزائر وتونس إلى الغرب.